طبعا ده اللي هو التراس موفابل بريدج، وده الموفابل بارت. الجزء اللي احنا ماشيين دلوقتي ده اللي هو الموفابل بارت. خد لي بالك من شكل التصميم وشكل دياجونال بيمز. طبعا ده بيعدي عليه القطر وماشي على النهر اهو. شوف هنا الكروس ده، وبعد كده بيعكس، يعني شوف ده عكس ده، شوف الدياجونال ده عكس الدياجونال ده، الجزء ده بقى عكس اللي فات، وهو برضو ارش. شوف الارش عامل ازاي، شايف الكروس هنا، ده كله الموفابل بارت. هما تو بارتس، موفابل بارت وفيكسد بارت. هنشوف دلوقتي الفيكسد بارت هيجي دلوقتي. يبقى احنا كده ماشيين في الموفابل بارت اللي هو الجزء الارك ده كله موفابل. ده بقى الجزء اللي هو الجاي ده المستطيل ده، ده اللي هو ايه ده كده اللي فات ده كده، كل ده موفابل. من هنا بقى ده الجزء ده، الجزء ده اللي هو الفيكسد. وبرده شوف هنا الارك عامل ازاي، او مش الارك سوري، الدياجونال في اتجاه اهو، اتجاه كده. وادي الكروس اللي هو في المنتصف، شايف الكروس اهو، الكروس الناحيه الثانيه برضه اهو. وبعد كده عكس الدياجونال، كان اتجاه من تحت لفوق اهو رايح ناحيه اليمين، هنا بيه من تحت لفوق رايح ناحيه الشمال، شايف ده الفيكسد بارت. يبقى الارك كله ده ايه، كان موفابل، لكن الفيكس اللي هو ده، ده التصميم بتاعه كده. وفي برضه حاره المشاة اهي، شايفينها حاره المشاة ماشيين عليها الناس. هنشوفها دلوقتي لما نعدي، هنشوفها دلوقتي. دي حاره المشاة، حاره المشاة يعني تقريبا متر ونص عرضها. منظر تاني اهو من هنا الجنب ده، احنا كده ايه في الفيكسد بارت او اللي هو الستاتيك بارت. الستاتيك بارت ده النهر اهو، تمام اهو. في هناك كوبري برضه، نوع تاني من الكباري، نوع الكباري العادية. لكن ده اللي هو التراس بريدج، تراس بريدج اهو. هنا بداية الموفابل بارت، شايف اهو كده بداية الموفابل بارت، كده الفيكسد بارت، كده الموفابل بارت. كل الارك ده اللي هو المقوس ده، ده الموفابل. وشوف هنا عشان التحميل كله هنا في المنطقة ديت معمول اللي هو ايه فوق، لكن هنا مفيش فوق، مفيش في السطح حاجة، شايف مفيش هنا حاجة. لكن هنا في الموفابل بارت تلاقي هنا في تحميل جامد. فهنا شايفين اللي هو الجزء اللي فوق ده، المقاسات اللي فوق دي انا موضحها.